بسم الله الرحمن الرحيم. أمراض الكلى في الأطفال من الأمراض الهامة جدا والخطيرة في نفس الوقت. لحسن الحظ هي أمراض قليلة نسبيا بالمقارنة بأمراض الكلى في البالغين. أمراض الكلى في الأطفال بتخضع إلى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى وهي الأمراض الخلقية التي تحدث نتيجة لوجود خلل أثناء تكوين الكلى أثناء الحمل، منها وأهمها هو تضيق الصمام الخلفي لقناة مجرى البول، والتي قد تؤدي إلى حدوث ما يسمى بتضخم الكلى المائي أو نسميه الكونجينيتال هايدرونيفروزس. منها عيب خلقي مهم جدا وهو تكيس الكلى المتعدد، وهو مرض وراثي ينتقل من الآباء إلى الأبناء. منها أيضا ما قد ينشأ نتيجة لخلل أثناء نمو وتطور الكلى، فقد تفشل الكلى في الانفصال محدثا ما يسمى بكلى حدوة الحصان، أو قد يكون هناك أيضا وجود حالب أو أكثر في كل جانب محدثا ما يسمى multiple ureter أو double ureter. هناك أيضا المجموعة الثانية من أمراض الكلى في الأطفال، وهي التي أمراض الكلى التي قد تحدث كمضاعفات لأمراض أخرى، على سبيل المثال مرض الذئبة الحمراء الذي يصيب الكلى بشكل خاص، مرض السلس السكري أيضا من الأمراض الهامة التي قد تؤدي إلى إصابة الكلى بإصابات مهمة وخطيرة.